أهلنا شعار رفعه سكان مدينة إدلب في سوريا لاستقبال النازحين من الغوطة، ولكن الشعار ليس وحده ما قدموه لهم، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للافتات وضعت في محال تجارية وكتب عليها أهلنا في الغوطة خذوا حاجتكم بالمجان. لم يقتصر الأمر على محال المواد الغذائية فقط، بل أيضا الخضروات والبضائع المنزلية. وحظيت هذه الصور بتداول لافت عاد المئات نشرها لما تحمله من مشاعر تضامن مع النازحين. هذه المبادرة بدأت على نطاق واسع في إدلب بالتفاصيل غردها الصحفي السوري مسلم السيد عيسى قائلا، دعونا نرى ماذا كتب مسلم عن هذه المبادرة. في مدينة إدلب 40 دكان، صيدلية، عيادة، محلات خضرة وسوبر ماركت، حلاقين إلى آخره، أطلقوا مبادرة مشتركة صباح اليوم لتقديم كافة الخدمات المجانية لأهلنا الوافدين من الغوطة إلى مدينة إدلب. هنيئا لكم. طبعا كان هناك أيضا مبادرات فردية مثل ما غرد الصحفي عبد الله ملحم، يقول أب لشهيدين من مدينة الأتراب يتبرع غدا بإعداد 400 وجبة إفطار لأهلنا من الغوطة الشرقية ضيوف الأتارب، وآخر يشتري كل المواد الغذائية من محل ويوزعها على أطفال الغوطة، وثالث طبيب أسنان يقدم علاج مجاني لهم، ورابع حلاق يقدم خدماته مجانا لأهلنا من الغوطة. معنا عبر خدمة سكايب من قلعة المضيق الصحفي والناشط حازم الشامي. مرحبا بك حازم. يعني الوضع الاقتصادي صعب كثيرا في مدينة إدلب بسبب يعني الكثير من النازحين الذين قدموا لها، ولكن كيف تقيم هذه المبادرة في ظل هذه الظروف التي تعيشها إدلب؟ نعم مساء الخير. طبعا يعني مبادرة ربما نستطيع أن نقول خطوة ناجحة بكل معنى الكلمة لاستقبال النازحين في الغوطة الشرقية في مناطق الشمال السوري وخاصة في محافظة إدلب. طبعا يعني أغلب المناطق المتواجدة على أراضي الشمال السوري قامت المحلات التجارية بها بفتح محلاتها مجانا لأهالي الغوطة الشرقية. رأينا حقيقة بعض المناطق في كما ذكرتم في منطقة سرمدة، في منطقة حازم يبدو أن هناك تقطعا يعني في وصول صوتك إلينا، ولكن نعتذر عن ذلك الخلل وأشكرك على المشاركة. حازم من قلعة المضيق الصحفي والناشط حازم الشامي.